رح ننتقل هلا بالحديث ليمكن من اهم الاحداث اللي عم بتصير على الساحه السينمائيه كل سنه، وهي جوائز الاوسكارز بالدوره ال 86. رح نحكي عن اهم الافلام اللي فازت، رح نحكي في افلام ليش ما فازت، شو الاسباب، وايضا قديه كنا قريبين من التوقعات بحلقه سابقه مع الاستاذ محمود الزواوي. صباح الخير الناقد صباح الخير السينمائي. وتحياتي لجميع المشاهدات والمشاهدين. اهلا وسهلا فيك، يعني بدي اعطيك 7 من 7. شكرا، الله يخليكي. كنت معنا بحلقه سابقه بدنيا دنيا، وكان في هيك حوار حول التوقع لجوائز الاوسكارز، ايش راح يفوز ايش مش راح يفوز. فيعني نحكي انه تقريبا كل اللي انت توقعته، طبعا خلينا نحكي تحليل سينمائي معمق، اصبت فيه. واذا بدنا نبدا نحكي عن اهم جائزه بالاوسكارز، وهي جائزة أفضل فيلم اللي كانت من نصيب 12 years a slave أو 12 سنة من العبودية. احكي لنا عن هاي الجائزة، وليه اخترت هذا الفيلم أنه يحصل على هاي الجائزة؟ في الحقيقة هذا الفيلم متميز بكافة المعايير، إخراج، تنفيذ، تمثيل إلى آخره، إضافة إلى أنه الفيلم مبني على شخصيات وأحداث حقيقية وقعت في منتصف القرن 18. بطل الفيلم هو كاتب مذكراته اللي هو عانى من العبودية، خطف وخدع وبيع في مزرعة وقضى 12 سنة في العبودية. الفيلم يظهر يعني معاناة الأفراد اللي من العبيد. طبعا هذا تم قبل إلغاء قانون الرق في أمريكا بحوالي 12-13 سنة. صحيح. والفيلم متواضع التكاليف لأنه فيلم مستقل، 25 مليون كأنه تقريبا هيك شيء يعني. صراحة هو من الأفلام اللي بتستاهل، لأنه دائما أنا بتلفتني القصة الحقيقية، يعني زي ما أنت ذكرت أنه هو بتكلفة تعتبر قليلة بالنسبة لهوليوود، وصلنا بالفعل تفاصيل معاناة الأشخاص اللي إحنا يعني ما عشنا بهذا الزمن نشكر الله، ولكن بالفعل كانوا يعانوا بشكل يومي وبشكل محزن جدا، يعني ضد كل قوانين الإنسانية. أيضا هذا الفيلم فاز بجائزة لأفضل ممثلة مساعد لوبيتا نيانغو، الممثلة لوبيتا نيونغو، وهي شابة سمراء، وعلى فكرة هذا أول فيلم إلها، وهذا الشيء إنجاز بحد ذاته. هي من مواليد المكسيك ومن أصل كيني، وأيضا فاز الفيلم بجائزة السيناريو، أفضل سيناريو مقتبس. جوائز السيناريو كمان من الجوائز المهمة والرئيسية في جوائز الأوسكار. صحيح. لوبيتا نيانغو أيضا كان السبيتش أو حكته على المسرح جدا مؤثر، لأنه حكت ما تخلوا لكل الفتيات أنه من وين أنتوا شو أنتوا يأثر على أحلامكم. يعني هي خلينا نحكي من خلفية جدا متواضعة، وأول عمل إلها وصلت لجائزة أوسكار. فأدي هذا أيضا لحاله إنجاز كتير للفيلم. كتير مهم. مظبوط. شو كمان في أفلام قبل ما نحكي يعني على الفيلم الآخر جرافيتي اللي اكتسح، اللي هو فيلم جرافيتي أو الجاذبية، فيلم حركة ومغامرات وخيال علمي. عادة بشكل عام أفلام المغامرات والخيال العلمي تحقق إيرادات كبيرة ولا تفوز بجوائز كثيرة، والأفلام الدراما هي التي تفوز بجوائز ولا تحقق إيرادات. هذا الفيلم جمع بين الجهتين. حتى الآن حصد 708 ملايين دولار على شباك التذاكر في سائر أنحاء العالم، فاز بسبع جوائز، أهمها قاطبة طبعا جائزة أفضل مخرج، وكانت متوقعة لأن المخرج يعني ستيف ماكوين فاز بعشرات الجوائز حتى الآن. الجوائز الأخرى الستة اللي فاز فيها معظمها جوائز تقنية وفنية، موسيقى تصويرية، تصوير، مونتاج وما إلى ذلك. هو للتنويه المخرج ألفونسو المكسيكي ألفونسو كوارن لجرافيتي. يا قبل ما نحكي تفاصيل هذا الفيلم والجوائز التقنية اللي فاز فيها، رح نشوف مع بعض فيديو عن فيلم 12 years a slave، طبعا اللي كان وحصل على 3 جوائز أوسكار. حصلت لوبيتا نيانغو على جائزة أفضل ممثلة بدور مساعد، بنشوفه مع بعض.
I want to ask you what part of the country you come from. I originate from Canada. I guess where that is. Well, I know where Canada is. I've been there myself. Well, travel for a slave. Solomon Northup is an expert player on the violin. I was born a free man, lived with my family in New York. Be good for your mother. Until the day I was deceived. To Solomon. Kidnapped, sold into slavery. Well, boy, how you feel now? My name is Solomon Northup. I'm a free man. And you have no right whatsoever to detain me. You're no free man. You're nothing but a Georgia runaway. Went down to the River Jordan. And that servant that don't obey his lord shall be beaten with many stripes. That's scripture. The condition of your laborers, it's all wrong. They're my property. You say that with pride. I say it as fact. Speak! Man does how he pleases with his property. You come here. Master Arthur. I say come here! Days ago, I was with my family in my home. Now you tell me all is lost. If you want to survive, do and say as little as possible. My soul arising. Well, I don't want to survive. I bought a year of enjoy. I want to live. You knowed something. I did as instructed. There's something wrong. It's wrong with the instruction. Master brought you here to work. Any more, I'll earn you 100 lashes. I know what it like to be the object of Master's lash. No! In his own time, good Lord will manage them all. يعني صراحة لكل اللي ما حضر هذا الفيلم بنصحه يحضروا 12 Years a Slave. لازم تحضروه، بقربكم كتير من الواقع، بنصير نقدر قيمة الحرية اللي ماخدين فيها هيك بشكل مسلم. نحكي أكثر عن Gravity، اللي حكيت لي 7 جوائز معظمها تقنية. برأيك شو اللي ميز هذا الفيلم؟ أولا يعني المخرج ألفونسو كوارو وبمساعدة ابنه ركزوا على الجانب التقني للفيلم بشكل مذهل. يعني هوليوود تقدمت كثيرا في المؤثرات البصرية والخاصة والأشياء التكنولوجية، هذا الفيلم كان متفوق بفضل مجهود المخرج والطاقم الفني اللي اشتغل معه. صحيح، احنا رح نشوف معناته هلا مقطع ايضا من الفيلم، بعد رح نحكي عن مفاجآت الأوسكارز، افلام تقارن هتفوز وما فازت. بنشوف مع بعض Gravity. إذن هذا أيضا كان من ضمن الأفلام اللي فازت بأهم الجوائز. ثالث فيلم معنا أيضا حصل طبعا الأبطال فيه على جائزة جدا مهمة بدالاس بايرز كلوب لماتي ماكوني وأيضا جيرارد ليتو. صحيح، شو اللي ميز اللي ميز هذا الفيلم من حيث التمثيل؟ واقعية أداء الممثلين الرئيسيين بالفيلم. الفيلم هذا أيضا مبني على وقائع وأحداث حقيقية وقعت في أواسط الثمانينات في مدينة دالاس بولاية تكساس. في تلك الفترة بدأ مرض الإيدز ينتشر بشكل واضح، وهذان الشخصان أصيبا بمرض الإيدز، والممثلين كرسوا نفسهم. يعني مثلا بطل الفيلم ماثيو ماكونهي خسر 23 كيلو، والثاني اللي هو ليتو خسر 17 كيلو حتى يكونوا ضعاف ومرضى
أعراض وعاشوا الدور عاشوا الدورين بواقعية. فاستولوا على الجوائز السينمائية معظمها من بداية تقديم الجوائز بشهر 10 من العام الماضي، وكان فوزهم بالجائزتين شيء مضمون، وهذا اللي حصل في الحقيقة. صحيح. الفيلم واقعي ومؤثر ويعتمد على التمثيل بدرجة كبيرة جدا. صحيح. ومن حيث كمان هم تأثرهم بقضية مرضى الإيدز، يعني حاملينها. في رسالة بالفيلم إنه بطل الفيلم بيكون شخص انتهازي ولا مبالي في البداية، وبعدين شوي شوي بصير حامل رسالة لمساعدة مرضى الإيدز، وبصير يجيب أدوية من المكسيك وما إلى ذلك. برأيك مين استحقه أكثر؟ ماثيو ولا ليتو؟ التنين كويسين، لأنه واحد دور رئيسي والتاني دور مساعد، فما كانوش ينافسوا بعض، مش كنوع من المنافسة. حلو. إذن رح نشوف مع بعض كمان التريلر من أهم الأفلام اللي عرضت بالأوسكارز 2014. Mr. Woodruff, you've tested positive for HIV. Have you ever used intravenous drugs? Have you ever engaged in homosexual conduct? Homo, you say homo? You made a mistake, because that ain't me. Mr. Woodruff, we estimate you have 30 days left. Newsflash for y'all. There ain't nothing out there can kill Ron Woodruff in 30 days. Them drugs, they just released for testing, and I know this hospital's one of the sites and need it. It doesn't work that way, Mr. Woodruff. Where are you going? They got good meds out of Mexico that's better than what you can get here in the States. This is protein, totally non-toxic. And you can't buy this in the USA? Not approved. You could be making a fortune off of this. You look great. Actually, I look amazing. Anything to declare? Nada. But importing illegal drugs for sale is a very serious offense. They're not illegal. They're merely unapproved. I've been looking for you, Lone Star. Listen, Tinkerbell, unless you got more cash or new clients, I'm busy. You don't deserve our money. Cut you in 5%. 25, take it or leave it. Welcome to the Dallas Buyers Club. إذن هيك بنكون عرضنا يمكن أهم الجوائز، الأفلام اللي فازت، ولكن الفيلم المثير للجدل American Hustle كان متوقع أنه يحصل على جائزة أوسكار لأنه ترشح وكان في له ردة فعل حلوة، ولكن ما فاز، وأنت توقعت أنه ما يفوز. فيلم American Hustle، احتيال أمريكي، رشح لعشرة جوائز أوسكار، يعني رقم كتير كبير، ولم يفز بأي جائزة. طبعا هذا من المفاجآت اللي للعام الحالي، ولا تخلو أي سنة من جوائز الأوسكار من مفاجأة أو أكثر. مفاجأة هذا العام هو هذا، إنه فيلم يرشح لعشرة أفلام لعشرة جوائز ولا يفوز بأي جائزة. أحد أسباب ذلك هو المنافسة الشديدة من أفلام متميزة أخرى. يعني كان في أعمال مهمة وضخمة. يعني مش مشكلة بنفس العمل، ولكن طبيعة التنافس مستوى فعلا. الأفلام. ذكرنا سابقا أنه هذا الفيلم مبني أيضا على شخصيات وأحداث حقيقية وقعت في أواخر سبعينيات وأوائل ثمانينيات القرن الماضي. وباختصار شديد، FBI أو مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي كان يشك في بعض السياسيين أنهم فاسدين، وتقمص بعض أفراده ملابس عربية تقليدية لشيوخ عرب أغنياء، ودفعوا رشاوى لهؤلاء الأشخاص، وسجن، وهذا الشيء حقيقي، 8 من أعضاء الكونغرس الأمريكي بتهمة الفساد، 7 في مجلس النواب وواحد في مجلس الشيوخ، بالإضافة إلى عدد من زعماء السياسيين المحليين في ولاية نيو جيرسي القريبة. فمع ذلك هو فيلم جيد ما في شك، بس في فيلم في الزمانات رشح ل 11 جائزة ولم يفز بأي جائزة. صحيح. هذا الشيء مش جديد، يعني في كتير أشخاص عندهم فضول. ليناردو دي كابريو يعني ترشح بكل سنة عدة مرات عن عدة أعمال للأوسكار، ولكن ولا مرة فاز. شو السبب؟ السبب أنه المنافسة. يعني هو ممثل جيد وقدير، ترشح 4 مرات للأوسكار، ولكن في هذا العام بالذات
عملية فوزه كانت صعبة بسبب تفوق ماثيو ماكونهي في 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 فيلم دالاس يعني نادي دالاس للمشترين. أندو أشكرك أستاذ محمود الزواب الناقد السينمائي، يعطيك ألف عافية، شكرا لحضورك. شكرا لك. شكرا.